طيب، هي وفي الحقيقة أنا فكرت في الكورس أنه يكون في عندنا جزئية متعلقة بالريسيرش، وهذا هو يعني روح الماستر، أنه يكون في جزء في ريسيرش. المساق السابق اللي كان معي برمجة، أنه كان مساق استدراكي وبيعطي لك الأساسيات في البرمجة للي ما أخذوا برمجة. فما كان في جزئية في الريسيرش، لكن أنا في الحقيقة أعدت التفكير في هذا المساق، ولازم يكون في عنا جزئية في الريسيرش، وبده يكون في لها جزئية معتبرة. ف صوت مسموع؟ نعم دكتور، معك تمام. دكتور. أوكي، فرحت أنا حضرت لكم مجموعة من الأوراق العلمية، أنا اخترتها بنفسي بعد بحث مطول. هي أوراق بتحكي عن التوجهات الحالية في الاي اي في مواضيع مختلفة، نفس المواضيع اللي احنا بنتطرق لها هنا في عنا في التوبيك، زي الفازي لوجيك وزي النيورال نتورك وزي الرينفورسمنت ليرنينج. تمام، فمطلوب منكم انه تختاروا ورقة من هدول الأوراق، ومن خلال هذه دكتور أنا الأيقونة. عملت كليك أظن على واحدة، عملت على Netflix Recommendation System I think. تمام، شفت انه عملت في كليك ريسبونس على انا عندي واحدة موجود. قبل أسبوع. شفت انه في هبة. أيوة صحيح. تمام، على نتفليكس ريكومندر سيستم الجوريثم. اوكي. فمطلوب منكم انه انتم تختاروا ورقة من هدول الأوراق. طبعا الأوراق هي عددها أكبر من عددكم، أنتم تقريبا عددكم 7 على ما أعتقد. العدد اللي موجود هنا تقريبا 21 ورقة أو 23 ورقة. مطلوب منكم أن أنتم تختاروا ورقة، ومسموح لك، إحنا بدنا نتفق على الموعد الآن، مسموح لك أنه أنت إذا تغلبت في الورقة مش قادر أنه أنت تفهمها، أنه أنت يعني تختار خيار تاني. بس ما يعني ما تضلك انه انت تتنقل بين الاوراق بشكل كتير كبير، عشان هيك خيارك انه المفروض يكون بناء على اطلاع على الاوراق هذه. فعشان هيك لازم انه انت تنزل الاوراق هذه كلها، تمام، وتقرأ على الاقل الابستراكت وتفهم انه ايش المطلوب. شغلاني أثناء المحاضرات بتوضح عندك الأمور أكثر وبتساعدك في الاختيار أكثر، لكن إنه ممكن إنه أنت تجتهد وتختار لك واحدة من هدول الخيارات الكثيرة اللي أنا أعطيتك إياها. زي ما ذكرت لكم إنه أديكم أريحية، إنه إذا ورقة معينة إنه ما استطعت إنه أنت تهضمها، ممكن إنه أنت تبدل على ورقة ثانية. طبعا الورقة أي ورقة بتم اختيارها خلاص ما بتكون متاحة للاختيار. يعني زميلتكم اختارت الريكومندر سيستم تبعت نتفليكس، ما حتكون موجودة ضمن الخيارات عندكم انه انتو تختاروها، يعني بتختاروا من البقية. فاللي بده يعمل سويتش، بده يعمل سويتش او يبدل الورقة، يعني عفوا خلينا نحكي تبديل ورقة، راح يعمل تبديل للورقة من الأوراق المتاحة. طبعا هذا الكلام بده يستمر لغاية نص الشهر، فعشان هيك نص الشهر احنا بدنا نتفق معاكم على الموعد. يعني أخلي هاي الشغلة متاحة لغاية متى؟ دكتور بس ممكن بس تعطينا يعني تفصيل اكثر عن الورقه، مثلا شو يعني شو نسوي في هذه الورقه، انه قراناها يعني شو نعرضها ولا كيف ولا شو نسوي فيها، صحيح صحيح بدك تفهمها وتعرضها، صحيح، بدك انه انت تركز على الفوكس الاشي الاساسي فيها. بدك تقرأها بشكل جيد. الأوراق هذه مش بسيطة، انا اخترتها بعناية، وانا عندي على اطلاع، يعني انا عندي اطلاع على هذه الأوراق. بدي يكون في بالك انه انا ما بيعجبني اي برزنتيشن، بدي اياك انه انت تكون
فاهم الموضوع كويس، وهذا يعني انه انت لازم تتعود انه انت تكون اندبندنت ريسيرش، انه انت الاوراق العلميه في المجال اللي انت بتدرسه انه انت تقدر انه انت تستوعبها وتعملنا برزنتيشن لنا. طبعا مده البرزنتيشن ممكن انه يكون 30 دقيقه او 40 دقيقه، يعني بيتراوح بين 30 دقيقه و40 دقيقه، وهخلي لكم فتره انه انتم تختاروا البرزنتيشنز، وبعديها بدنا نبدا البرزنتيشنز. يعني كل مره راح اعملكم جدول انه كل مره واحد يعمل برزنتيشن، او ممكن يكون في خيار ثاني انه ممكن انه نعمل يوم مخصص للبرزنتيشنز، ويعني ممكن انه في 3 ساعات انه احنا بنكون مخلصين، يعني بضل واحد انه بدنا نعمل فيه برزنتيشن. اوكي يعني بنشوف كيف الآلية المناسبة، لكن موضوع الاختيار موضوع مهم جدا، لانه يعني انه انت تخلصه بدري عشان انه انت خلاص تبدا انه انت تقرا البيبر. قراءه البيبر هذه بيتطلب منك انه فتره كتير كويسه عشان انه انت تقرا وتحضر البرزنتيشن بشكل كتير كويس، لانه ما بينفع انه انت تيجي مثلا ليله البرزنتيشن انه انت تقرا وتعمل البرزنتيشن، ما راح تزبط معك الامور. اكيد لانه بدها شغل يعني صحيح تحضير. تمام. فالآن فبدنا نخلي allow responses until إحنا اليوم 20، بدي أخليكم لغاية 3 أسابيع من الآن. كويس، 3 أسابيع عشان نختار الورقة قصدك دكتور؟ صحيح. أوكي. ولا أسبوعين؟ لا 3 أسابيع كويس، لأنه أنت عارف دكتور، لأنه يعني بدك، لأنه أنت بتحكي إنه في دوراك بدهم دقة وفيك يعني بجوز يدخل موضوع. لا 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 لا، أنا بحكي للاختيار بس، تحضير البرزنتيشن حدي لك لسه وقت كمان يعني. أوكي ممتاز. طب دكتور بس سؤال بهمش يعني، يعني فرضا أنا مثلا اخترت بيبر مثلا معينة، هل أنا حبيت مثلا هذه البيبر وبلشت أشتغل عليها، في مثلا بعض النقاط أنا مثلا كطالب مش فاهمها، هلا مثلا في امكانية انت مثلا نتواصل معك مثلا كل ركز على هذه، او مثلا تفهمني مثلا شويه صغيره فيها، ولا احنا الاتكال كله علينا احنا؟ ممكن يكون في عندك يعني استفسارات ممكن انه اوجهك فيها، انه انت ممكن تقرا related works أو يعني تبحث عن الموضوع أكثر، بدلك يعني أنه في كل الأحوال ممكن تسألني، وأنا ساعتها بقرر أنه لا، هذه لازم أنت تبحث عنها بنفسك، أو هذه أنه هي عبارة عن 1 2 3 بشكل مبسط. لأنه دكتور أنا بتذكر الفصل المارك، يعني إحنا الصراحة يعني كان مطلوب منا أنه ندور نطول بيبر ونسوي فيها برزنتيشن، فالصراحة أنا كتير تغلبت، لأنه أوكي طولنا أول مرة بيبر، طلعت البيبر مش هذه المطلوب كن في مبروط، بس انت ريحتنا على الاقل طلبتنا البيبر، بس في برضو بالرغم من ذلك انه كان في البيبر مثلا طولتها انه مثلا كان بدها شغلات، يعني في اشياء انا مثلا قراتها انه يعني في اشياء انه حسيت حالي تايه فيها، فعشان هيك يعني بدناش نواجه نفس المشكله، عشان لما نسوي البرزنتيشن يكون كل شيء كومبليت، يعني بدناش نحكي يكون 90% يكون تمام. وانا يعني انا ممكن اعرض لك جزء من البيبرز اللي موجودة، ما هي بطلع عليهم دكتور، أنا عمال بطلع عليهم بشكل عام. يعني على سبيل المثال attention is all you need، هدول كلهم بيشتغلوا في جوجل. تمام، فهذه الورقة مرموقة جدا بال2017، بتحكي عن مفهوم الattention في النيورال نتورك، ومفهوم الاتنشن يعني كتير مهم جدا في الاي اي انه انت تفهمه. دقيقه بس ثواني. استنى
مش سامع اشي انا. لا لا الدكتور حكى كمان. دقيقة بس، دقيقة وأرجع لكم ثواني بس. ولينا اوكي، فكنت بحكي لكم عن مفهوم الاتنشن. يعني هذه الورقة تقريبا عدد الصفحات فيها 15 صفحة، فبتحكي عن مفهوم الاتنشن، كيف ممكن انه انت تطبقه. محتاج انه انت تهضمها بشكل كتير كويس، تفهمها بشكل كتير كويس عشان انه انت تعرضها بشكل كويس. هو صحيح انا سهلت عليك انه اخترت لك او حصرت لك البيبر، لكن البيبرز هدول زي ما ذكرت لك انه انا يعني انتقيتهم في مجالات انا بعرفهم كتير كويس، فعشان هيك انا بحكي لك انا ما بيعجبني اي شيء في البرزنتيشن. بدي اياك انه فعلا تكون فاهم شو يعني اتنشن، مش انه انت تعرض لنا اياه هيك وبس. والبرزنتيشن بدك تخلي بالك انه هو مش لإلي انا بس، إلي ولا جميع الطلاب، انه الطلاب كذلك برضو بدهم يعني انه يدوني فيدباك انه والله استوعبنا شو معنات الاتنشن. فلازم تفهم عشان انه انت تفهم الاخرين. أكيد الهدف برضو من انه انت تختار ورقة وتعملها برزنتيشن انه انت تطلع على الابحاث في هذا المجال، وانت فعليا في نهاية الدراسة تبعتك بعد ما تخلص المواد بدك تعمل ثيسز، فهذا بيساعدك. يعني انت بتكون درست مواد كتيرة، درست شغلات لها علاقة بالاي اي، درست شغلات لها علاقة عفوا درست شغلات لها علاقة بالماشين ليرنينج او بالناتشورال لانجويج بروسيسنج، ف بيحدد اتجاهك انت شو بدك تعمل. بدي اعمل والله الشغل تبعي او الثيسس تبعي موضوع في الجينيتيك الجوريثم. طب شوف الجينيتيك الجوريثم، بتكون انت تعرضت لريسيرش توبكس في الجينيتيك الجوريثم، او بدك اياه مثلا في الناتشورال لانجويج بروسيسنج او في الكمبيوتر فيجن، شو في ابحاث في الكمبيوتر فيجن. هيك انت بتكون انه بيساعدك في لاختيار موضوع في الرساله انه انت تشتغل فيه في النهاية. فهدول الاوراق يعني اوراق علمية على مستوى عالي جدا جدا، اخترتهم بعناية. وزي ما ذكرت لك يعني الباحثين اللي فيها بيشتغلوا في اماكن مرموقة. ف يعني هذه الورقة على سبيل المثال، هدول في جامعة بيركلي بالإضافة بالشراكة مع جوجل ريسيرش ريفورمر ذا افيشنت ترانسفورمر. إيش هو مفهوم الترانسفورمر أصلاً؟ أنت بتحتاج إنه أنت يعني تعرف شو معنات الترانسفورمر. فهذه الورقة جديدة يعني 2020 18 فبراير، يعني طازة طازة على الآخر. ممكن انه يعني ادي لك هنت على سبيل المثال، انه مثلا الهاجينج فيس هذا السايت بيكون فيه العديد من الموديلز. تمام، و هاي الريسورسز تختار هنا ترانسفورمرز دوكس، برضو بدي ادي لك فكره انه شو هي الترانسفورمر. اوكي، ترانسفورمر او فورمالي نوين از كذا كذا كذا. ف ممكن انه انت تستعين بمصادر خارجيه تعرف شو معنى المصطلح اصلا. انت بالنسبه لك الاوراق مبهمه، لكن انا بالنسبه لي بعرفها جيدا، وانا بدي اياك انه انت تقرا وتكون كريسيرشر. لازم تتعرض للاوراق العلميه، ما بيكفي
طريقة التدريس في الماستر إنه أنا أضلني أشرح لك المواضيع، يا جماعة في عنا كذا في عنا كذا، لا لازم أنت تقرأ بنفسك. هذه شغلة كتير مهمة، كل يعني كل برامج الماجستير في العالم إنه بيكون فيها إنه أنت تعمل presentation لريسيرش بيبر، وفي منها إنه بيطلب منك إنه أنت تعمل الريسيرش نفسه وتعمل له presentation. أنا طلبت منكم إنه أنتوا يعني أوراق علمية مرموقة إنه أنت تعملها presentation. فهي الفكرة في الموضوع، حتلاقي إنه مصطلحات أنت مش فاهمها ممكن تستعين بمصادر خارجية إنه أنت تفهمها. بدك برضو الأوراق العلمية دائما مساحتها محدودة، يعني هذه أي نعم 18 ورقة 18 صفحة عفوا، ولكن إنه كم التفاصيل اللي موجودة فيها يعني محدودة جدا، لأنه هو بيفترض إنه أنت عندك الباك جراوند للمصطلحات والمفاهيم الموجودة هذه. هو ما بيشرح هنا، لا بالعكس هو بيشرح طريقة جديدة تم اقتراحها أو موديل جديد تم اقتراحه أو أسلوب جديد، فبالتالي إنه هو ما بيشرح الأساس الـ يعني الـ يعني الكونسبت الأساسي. يعني مثلا يعني بيبر بتحكي في النيورال نتورك، ما بتشرح الكونسبت تبع النيورال نتورك، لا بتفوت دغري بالموضوع. فعشان هيك انه مطلوب منك الكونسبت تبع الجينيتك عفوا النيورال نتورك انه انت تكون عارفه وتجيبه من مصادر خارجية. كذلك للجينيتك الجوريثم نفس الفكرة بالضبط. تمام، فهي الأوراق، هاي ورقة على الجينيتك الجوريثم. اوكي، هذا اكسبرت سيستم ود ابليكيشنز، هذه من الالسيفير، هذه من المجلات المعروفة في هذا المجال. فبيحكي عن استخدام الجينيتك الجوريثم موديل عشان يعمل اوبتمايز للبنك لندنج ديسيجن. اللندنج ديسيجن اللي هي يعني القرارات المتعلقة بالإقراض. أنا والله إجاني زبون أو كلاينت في البنك، إجا حكى إنه أنا بدي أقترض أموال. تمام، بدي يعني أنتوا بتعرفوا برامج التمويل اللي موجودة في البنوك، فالبنك يفترض إنه ما بيعطي تمويل إلا إذا كان متأكد إنه هو رح يسدد. البنك ما بضيع فلوسه في الهواء، ما بيقرض الفلوس تبعته لحدا عارف انه هو مش رح يسدد. اوكي سجلناه، طب وبعدين فلوسي ضاعت. فهو يدرس انه كيف ممكن انه نحدد الزبون هذا قرر انه هو اوكي يس رح يسدد ولا نو مش رح يسدد. فمستخدمين الجينيتك الجوريثم في هذا الموضوع، يعني في فاكتور جديد كتيرة رح تلقاها في الموضوع لها علاقة انه انه هل هو مستقر في العمل او مش مستقر، قديش الدخل تبعه، العنوان تبعه، هل هو ثابت ولا متنقل. كل هاي الامور بتساعد في اتخاذ القرار بخصوص هاي الايج، السايز، التايب، الريتنج، الليمت. وهي انت في عندك فاريبل تانية انه انت بتدخلها وفي النهاية بتروح انت بتطلع القرار. اوكي، فهذه يعني احد التطبيقات اللي مستخدمه في الجينيتك الجوريثم. الان البروبلم هذه انه انت كي يعني احنا حنشرح امثله كيف انه انت تمثل البروبلم تبعتك ككروموزوم، زي ما احنا حكينا في سيرش الجوريثم انه انت كيف بدنا نطبق السيرش، يعني او كيف بدنا يعني نستخدم السيرش الجوريثم. لازم نعمل فورميليت للبروبلم از ا سيرش بروبلم، وحكينا مطلوب منك انه انت تحدد الانيشال ستيت وتحدد الستيت سبيس وتحدد ايش السكسسور فانكشن. وهنا في الجينيتك الجوريثم برضه نفس هاي الشغله. فهيك انت فعلا بتطلع على طريقه يعني جديده، أو يعني شو الطرق المستخدمة لحل المشاكل باستخدام الجينيتك الجوريثم. كيف تم تمثيل الفاريابلز أو المتغيرات
اللي موجودة هنا باستخدام الكروموزومز. فهاي الشغلات بتفتح ذهنك لشغلات كثيرة في هذا الإطار. في عنا موضوع الـ reinforcement learning احنا حنغطيه، لكن هنا في هذه الورقة في 2017 بحكي learn to reinforcement learning. يعني الـ reinforcement learning في حد ذاته انه كيف انه انت تتعلمه اصلا. فهدول الباحثين من جوجل، تمام. وهذه الورقة في 2017 بتحكي عن هذا الموضوع، مكونة من 17 صفحة، تمام. فالموضوع أنا بتصور إنه بدي إياك إنه أنت تعتبره بالنسبة لإلك مساحة جديدة، موضوع شيق، بدل يعني عوضا عن إنه أنت يعني تنظر إله إنه بالنسبة لإلك إنه عبء، لا، بدي إياك إنه أنت فعلا تقرأ وتستمتع وتنظر للموضوع إنه أنت بتطلع على شغلات جديدة في هذا الإطار. هنا مستخدم تكنيك ديب ليرنينج مع رينفورسمنت ليرنينج، إنه عامل كومباينيشن بين هذول التنتين، تمام. هذه الورقة في 2020، وهذه الجامعة المرموقة University College London. وبالمناسبة ديب مايند هذه عبارة عن شركة مرموقة في الاي اي، كويس انه انت تعرف المسميات هذه، انه والله يعني مش مجرد انه انت في عندك، لا، فيسبوك وجوجل، انه هذه الشركات اللي تعرفها. لازم تعرف الشركات اللي بتعمل في اطار الاي اي، لازم انه تعرف انه فعلا انه هي بتعمل ريسيرش في الاي اي، وكيف تستخدم الريسيرش في التطبيقات وبتستخدمه في البزنس عندها عشان انه هي تبيع سوليوشنز معينه مستنده على الاي اي. فعشان هيك انا فعلا انا حبيت انه انا استعرض الاوراق هذه، انه اورجيك فعلا كيف انه تم يعني انتقيتها بعنايه فائقه، عشان انه فعلا اطلعكم على احدث الابحاث في هذا المجال. يعني شو الفايدة إنه أنا أخليكم أصلاً إنه أنتوا لسه ما دخلتم في الـ AI، وخليكم إنه أنتوا تختاروا مواضيع وأنتوا تدخلوا في لوب، وإنه تختاروا ورقة أقول لكم لا مش هذا المطلوب وارجع تاني. هنا أنا ريحتك، جبت لك الأوراق اللي فعلاً إنه you must read أو لازم تقرأها في هذا المجال، بس بدك تتأكد إنه أنت تعملها presentation very well. هاي البوينت إن شاء الله خير دكتور. هذه ورقة فلسفية on the measure of intelligence، كيف نقيس الانتليجنس. برضو هذا موضوع كتير 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 مهم، تمام. وهذا الشخص معروف جدا، فرانسوا شيلوت، هذا هو فرنسي، عمل مكتبة الكيراس للديب ليرنينج. بعرفش إذا مرت عليكم ولا لا، مكتبة الكراس هيها كراس.io، هي مكتبة بالبايثون ممكن ان انت تستخدمها ل ديب ليرنينج مودلز. هنا في الكراس انه ممكن هاي كود اكزامبلز مقسم لك اياهم، هذه انه عبارة عن وصفات للكمبيوتر فيجن، هذه وصفات للناتشورال لانجويج بروسيسنج، كيف تعمل تكست كلاسيفيكيشن فروم سكراتش، كيف تتعامل مع التايم سيريز، كيف تتعامل مع ملفات الصوت للسبيش ريكوجنيشن، تمام. وهنا رينفورسمنت ليرنينج، فهذه المكتبه هو الشخص هذا هو عملها. فهذه ورقه كتير مهمه من هذا الشخص، انه اون ذا ميجر of intelligence. هو بالمناسبة عمل هاي المكتبة كيراس، وفعلا لما جوجل أدركت أهميتها عملت لها acquisition، هو فعليا حاليا بيشتغل مع جوجل. فهاي الورقة مكونة من 64 صفحة، لكن فعليا في غاية الروعة.
ما تنظر للموضوع انه انت عندك عدد الصفحات، انه انت عندك والله 17 صفحة او 15 صفحة او هذه 64 صفحة، لا ما تنظر لهذا الموضوع بالمرة، لانه هنا بيحكي على باك جراوند، هنا انه الاي اي ايفولوشن تمام، بادي انه بحكي عن الهيستوري تبع الاي اي، ما كتير انه انت تركز عليه، فعشان هيك انه الورقة ماخذة سبيس لا بأس فيه، فما تاخذ هذا المعيار في اختيارك للأوراق، لا بدي اياك تختار الموضوع الشيق بغض النظر عن عدد الصفحات. تمام، فبتمنى واحد منكم يختار هذه الورقة. دكتور نتفليكس الريكومنديشن سيستم هي على الناتشورال لانجويج بروسس صح؟ على NLP. هو بناء على الريفيوز. ثواني بس، يعني مثلا على الرانك مثلا او على هو في انا عندي مجموعه من الفيتشرز ومنها بيدخل التكست، هي مش الله. بيور ناتشورال لانجويج بروسيسنج. فهمت عليك، يعني في اشي من الفيديو نفسه، في اشي من ال من الفيتشرز والفيدباك وقديش عدد النجوم اللي حصلت عليها اوكي تمام. برضه السيرش، يعني اكيد يعني انت يعني محقق انه الناتشورال لانجويج بروسيسنج انه داخل في الموضوع بشكل كتير كبير، بس مش لوحده. هي بتعتمد بتوقع على الرانك، والرانك هو عن ال frequency للفيتشر اللي بشتغل عليها، هيك بتهيأ لي يعني. صحيح، أنا ما قرأت إلا الأبستراكت يعني، بس مش أكثر. يعني بقى في الحقيقة إنه برضو في أنت عندك تصنيف للفيلم، تصنيف هذا هل هو فيلم رعب، هل هو فيلم فانتازيا أو فيلم دوكيومنتري فيلم ولا هيستوريك فيلم ولا شو بالضبط، والتاجز اللي موجودة عليه، هذه ستراكتشر داتا ممكن انه انت تعتمدي عليها. تمام، هذا عن ذلك انه برضو الوصف تبع الفيلم او اللي بيسموه الستوري تبعت الفيلم، انه بتكون انه زي هيك زي الاي ام دي بي، انه بيكون في انا عندي وصف للفيلم انه احداث الفيلم هذه تدور في كذا كذا كذا، بتكون مكتوبة بهاي الطريقة. تمام، عدا عن ذلك انه مفهوم الاي بي تيستينج برضو هذا كتير مهم انه ككونسبت انه انت تفهمي، هذه طريقه من طرق التيستينج انه بتعتمد على الاي بي تيستينج ومطلوبه بشكل كتير كبير. algorithms تمام. product innovation. تمام، لا في تطبيقات no artificial intelligence in cardiology، في تطبيقات ال artificial يعني استخدام ال AI في التطبيقات الطبية في الطب في القلب خاصة. تمام، وهنا causability and explainability of AI of artificial intelligence in medicine في الطب، برضو هذه من الأوراق.
وكيف أعمل البريدكشن مودلز وكل الأمور هذه. هاي برضو فلسفية يعني بتستقرأ مستقبل الـ AI اللي هو الـ Brain Intelligence Go Beyond Artificial Intelligence. ما وراء الـ AI اللي هو عبارة عن الـ Brain Intelligence بدل Artificial Intelligence Brain Intelligence هو Go Beyond Artificial Intelligence. ف... هذا بحكي لك إنه كيف الشغلات إنه موجودة في الدماغ. فهذه برضو من الأوراق كتير يعني ممكن إنه تستقرئ المستقبل تبع الـ AI. فعشان هيك إنه هي عبارة عن كلام شغلة فلسفية أكتر ما إنه يعني تحكي عن models و experiments وشغلات زي هيك يعني. فحاولوا إنه أنتوا تختاروا أوراق وكل مرة بنشوف شو كيف الأمور ماشية معكم. هذه برضو للمستقبل. The next decade in AI العقد القادم في الـ AI. طبعا هنا احنا بنحكي العقد القادم لغاية 2030. هذه 2020 هنا 2030 إنه four steps toward robust artificial intelligence. فهذه الورقة برضو حديثة جدا 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 في هذا الإطار يعني خرجت حديثا ومكونة من 59 صفحة. فبرضو بتمنى إنه حدا يأخذ هاي الورقة بيكون كتير ممتاز. اوكي تمام يا جماعة. تمام دكتور. تمام. اوكي الآن بضيف لكم بقية الأوراق بعملها أبلود وتبدأ عملية الاختيار إذا في عندكم أي أسئلة أو استفسارات عن هذا الموضوع والشيء. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. رم على ايش ركز فيهم بالضبط؟ يعني احنا لما عمل البرزنتيشن على ايش ركز فيهم هذول يعني بشكل عام ولا كيف بالضبط؟ هي الاوراق متنوعه، في منها اوراق يعني يعني فلسفيه بتحكي عن المستقبل في الاي اي، في اوراق بتحكي عن مودلز معينه او بتعمل تجارب معينه. ف ممكن أنه أنت تركز على المفاهيم الأساسية أو المقترحات يعني يعني المين contributions في البيبر أنه إيش هي، وتحاول أنه أنت تشرحها يعني في إطار نص ساعة ل 40 دقيقة، من 30 ل 40 دقيقة. هو بيعتمد على الورقة نفسها، ما بقدر انه اقول لك يعني شغلات عامه، فبدي احاول انه احكي لك شغلات عامه يعني قدر الامكان، بس يعني راح تكون قليله جدا، مش راح تكون مساعده بالنسبه لك. فممكن انه بعد ما نخلص مثلا، بعد ما انت تختار ورقه وتخلص ونخلص مثلا محاضره، ممكن انه انت تسالني في الورقه هذه انه انا بدي اركز على كذا وكذا وكذا، انه اتس اوكي ولا في شغله انه لا مفروض اني هون اركز عليها اكثر. فممكن انه انا اساعدك في هذا الاطار. زي ما ذكر جورج في البدايه انه في شغلات انه انت ممكن تسالني عليها في الاوراق لانه انا اخترتهم،
وأنا بدوري يعني أنا حأحكي لك إنه لا، هاي ابحث عليها أكثر بنفسك، اعتمد على نفسك، أو إنه أنا أحكي لك إياها ببساطة إنه هذه موضوعها بسيط، هي عبارة عن 1 2 3. فحنضلنا على اتصال مع بعض بخصوص هذا الموضوع يعني أثناء المحاضرات في الفصل، وعلى هذا الأساس يعني حيكون في توجيه يعني إن شاء الله. ما أعطيك لك من الموضوع يعني. تمام دكتور. طيب، في أسئلة تانية؟ طيب مجدي، أنت ما أرسلت لي التقويم الأكاديمي عندكم. نسيت ابعث لك اياه دكتور، هلا بشوف الايميل اذا موجود ببعث لك اياه. تمام. طيب الآن الشغلة هذه اللي أنا بدي أطلبها منكم، بدنا نعيد توزيع العلامات على هذا الأساس، لأنه يعني لازم يكون في عندنا ريسيرش اورينتيشن في الكورس. فهل هو بشكل إلزامي لازم يكون في امتحان نصفي في المساق في الماجستير؟ إنه في بعض كليات الدراسات العليا، في بعض الجامعات بتحكي إنه يعني هو لازم يكون في امتحان يعني يا نصفي يا نهائي. فهل الإشي هذا ملزم، ولا أرجع أنا للدراسات العليا عندكم؟ لا مش ملزم دكتور. أوكي، يعني ممكن نخلي هذا الموضوع إنه ريسيرش بيبر انه بدك تخليه على برزنتيشن. على برزنتيشن بدل المتير. نعم. دكتور كيف طبيعة الامتحان راح تجينا، يعني راح تكون الامتحان آخر الفصل يعني لوقتها فرج إن شاء الله. لا لأنه أنا يعني في المحاضرات السابقة يعني لاحظت عليك أنت بتركز مثلا على التحليل، على زي الفيديو مثلا بعت لنا يعني حلل شو صار ليش هيك وليش هيك هو هيك فعلا تحليل. هلا أنت راح تكون مثلا معطينا خلينا نحكي مالتيبل تشويس، ولا مثلا أنت بتحكي مثلا في عندك قصة 1 2 3 شو بتستنتج منها أو شو؟ لا لا لا، ما بعتقد إنه الامتحان راح يكون ام سي كيو، راح يكون عبارة عن open ended question، يعني أسئلة مفتوحة الإجابة تبعتها بتعتمد على التحليل، ويفترض أن كل واحد يكون له تحليله الخاص يعني لوحده. وهي النقطة أنا ركزت عليها بداية الفصل بشكل كتير كبير، إنه خلاص يعني إنه أنت ركز على يعني أنا يعني خلاص كل واحد إنه هو يحل بشكل منفرد، إنه بحيث إنه خلاص كل واحد إنه يعكس مستواه، وإنه يعني زي ما ذكرت إنه الامتحان أنا بدي أقيس فيه مدى استيعابك للمادة، مش إنه مجرد إنه امتحان بتحصل فيه علامات وبس يعني. فحيكون إنه النظام بيعتمد على التحليل بشكل كتير كبير يعني. في اسم كود بيكون بالامتحان؟ في ايش؟ نسيت شو اسمه، اسم كود سودو كود اللي هو ممكن يكون، او ممكن احكي لكم انه اكتبوا الجوريثم ستيبس او سودو كود عشان تعمل 1 2 3، او الالجوريثم الفلاني انه ايش التعديل اللي بتقترحه عشان مثلا كذا كذا كذا. ممكن دكتور في ما اظن في ناس ما همش يعني مش ماخذين برمجه في معنا، بياخذوا حاليا برمجه على ما اعتقد، ما عندي فكره. تمام. اوكي، ولا هناك دكتور انا ما باخذ برمجه ولا شيء. يسلم ايدك. اتفضلي دكتور. بحكي انا ما باخذ برمجه، يعني زي ما حكيت لك هاي الماده الوحيده والماده التعليم المتقدم يعني الوحيدات لسه اول فصل. يعني انتوا كل إشي بتحكوا فيه انا لسه يعني انا لسه مش الرؤيه عندي صفر لسه بالنسبه للمواد للامتحانات زيرو. انت ما اخذتي في البكالوريوس اي ماده لها علاقه بالبرمجه؟ أخذت في البرمجة أكيد في البكالوريوس. أوكي خلاص بيكفي.
يعني البسودو كود هو عبارة عن خطوات لكود، يعني أنت ممكن تكتبيها إنه الخطوة الأولى بنعمل كذا، الخطوة الثانية بنلف على كل البيانات، وفي اللفة بنروح نعمل 1 2 3، يعني إنه زي ستيبس لألغوريثم. ومدام إنه مرت عليك البرمجة سابقا، إنه ممكن إنه أنت تكتبي هاي الخطوات، يعني إنه أنت ما أخذتي برمجة في الماستر، مش بالضرورة إنه أنت تكوني فعلا إنه أنت تاخدي برمجة عشان تكتبي بسودو كود. وأنا في الحقيقة ما حكيت لكم إنه أنا حجيب لكم بسودو كود، بس حكيت ربما، يعني هي زميلتك سألت إنه هل حجيب لنا بسودو كود، حكيت ربما يمكن، الله أعلم، يعني ما مش عارف يعني. أنت كيف شايف الأمور يعني لغاية الآن؟ متصعبة منها ولا الأمور تمام؟ والله معك يا دكتور تمام، بس أنا في مادة ثانية. أنا ما إلي دعوة بالمواد الثانية، أنا بحكي عن المادة تبعتي، إنه عشان أعمل adaptation، إنه إذا في عندك يعني مثلا قصور في شغلة معينة، إنه أنا أواجهك، يعني إنه من واجبي إنه أنا أواجهك. فعشان هيك أنا بسألك، تمام؟ إنه على المادة اللي عندي إنه ما في مشكلة، خلاص يعني أنا هيك مرتاح. أما المواد الثانية لا، لحد الآن تمام. أوكي طيب، خلاص نعتمد هذا الكلام إنه ما في، حيكون امتحان نصفي إن شاء الله، وحيكون في presentation للبيبر وعليها 30% من وزن المادة. It's okay for you، يعني إنه هل ذلك إنه okay بالنسبة لكم؟ أوكي دكتور، ما فيش أي مشكلة. زي ما ذكرت لكم إنه أنا مشكلتي، يعني ما أعرف شو ممكن تعتبرها عيب، ممكن تعتبرها ميزة، إنه ما بيعجبني أي شيء، يعني دي presentation هيك يعني رائع، تمام؟ عشان هيك أنا بدي إياك. خلينا على الامتحان دكتور، خلينا على الامتحان. انت ما تعمل مثل بلينكي، يعني انه انت تاخذ الكلام حرفيا، يعني انا زي كانه انا بحكي لكم ان انا بدي اياك تهتم شويه في البرزنتيشن، مش معناته انه في علامات كثيره راح تطير، يعني هاي المقصود، بس يعني بس بدي اياك تهتم في البرزنتيشن، تقرا الورقه العلميه كثير كويس، لانه فعلا هاي الماده فيها ريسيرش، وبدي اياك تحتك بالريسيرش في هاي الماده، لانه مهم جدا انه انت تعرف ايش هي المجالات البحثيه في الاي اي، سواء كان جينيتك الجوريثم، كفازي، ك ديب ليرنينج، ك هايبريد سيستمز. وبالمناسبه احنا ما استعرضنا بعض الفازي، بعض البيبرز عن الفازي لوجيك، a comparative review on two types of logic. Application past, present, and futures. تمام. في كمان واحدة عن الفازي. Hybrid genetic and fuzzy. هذا دمج بين التنتين. Hybrid genetic algorithm and fuzzy logic classifier for heart diseases diagnosis. تشخيص أمراض القلب. دمج بين الاثنين. هاي الالغوريثمس هذا بسودو كود. بسيط جدا، انه الستيب الاولى generate population، الستيب الثانية طبق الفتنس، الستيب الثالثة من هنا ستيب رقم 6 انه go to step 2. فهذا لوب بهذا الشكل، هاي البسودو كود شكله مثل هيك، وهذا الفلوت شارت تبعه. تمام. خلاص يا شباب نعتمد. اعتمدنا خلاص. اعتمدنا تمام. ما نعمل.
أوكي طيب، بدنا نكتفي بهذا القدر اليوم، وبدي أترككم أن أنتم تختاروا الأوراق العلمية، وإذا في عندكم تساؤلات ممكن بداية المحاضرة القادمة بخصوص الأوراق العلمية أنه تسألوني إياها، وإن شاء الله بنكمل بقية السيرش وراح نحكي عن الـ A-star algorithm. تمام؟ تمام الله يعافيك، يعطيكم العافية جميعا.